الحمد لله. وصلنا الأسبوع اللي فات إنه سوينا أساس أول، بعدين عرفنا شو نسوي الريليشن، بعدين عرفنا شو نسوي نتركنا من الكابل، فمعناته خلص الفيز الأول لات الأسبوع، البيشن اللي جانا الأسبوع اللي وراء، هسه لازم نبديله إنسترومنتيشن. طبعاً إحنا ما عندنا شيء إنسترومنتيشن اللي هو اللي تعلمناه بالكليات. ستيب باك يعني دكتور. التكتايل سنسيشن ماكو بالروتاري بس بالمانوال. زين، معناتها الروتاري مو زين. مو زين بس يعني دي ادفانتج ديس ادفانتج. يعني
اي هي هاي تعتبر انه ورز يعني يكون ايوه احتمال ينكسر اذا تخلي له تورك عالي. لا بس انت خليه جل زين خليه تورك على صراحه. كانت من وصلنا معناته شنو القناة كملتها. ك
كفكره عمود تكبير الكران يصير على الجنريشن عن شرحه على الاساس هذا. يعني من اوصل للكارس معناته حضرت القناه وياي هذا الباتس باريس يقول للدام يقول له ما انه اريد احسن على الكارس يعني معناته شنو بريبريشن تو ذا كران. فيقول له ايه اوكي استخدم ستانلس ستيل فاير. شو يقول للباتس باريس؟ يقول له يا بقول ستانلس ستيل يصير به بريك تنكسر. فهذا الحشي كان مالتنا المانوال العالي اللي هو كان مشكلته شنو؟ مشكلته بانه يصير به فراكشر. فيقول للبكس الدف يقول لك اذا تستخدم جنريشن 1. جنريشن 1 وات از جنريشن 1؟ وش وقت بدا؟ جنريشن 1 ككاركترستيك فيتشر اللي لازم تحفظوها اللي لازم تحفظوها اللي بين قوسين اللي هو بالاحمر. جنريشن 1 اللي يسموه باسف كاتنج راديال لاند. اول شيء خلينا نعرف شنو الراديال لاند. الراديال لاند لو تبعوا لنا نقطع الفايل الحاشفه مالته مو حاده وانما بيها شنو؟ بول. هذا البول شو يسوي؟ كل شيء مو حاد. يعني هسه السكينه من نحطها الغاز تصير شنو حاده. زين اذا حطيتها هي شو وقت اريد اقطع بيها؟ ما تقطع. ايش حتسوي؟ تسوي سكرابينج. حتقول شنو سكرابينج؟ ببساطه سكرابينج يعني حك. عندك قطعة مال زمن وياي عم نفهم شنو الكات وشنو السكرابي. قطعة مال زمن من تحط السكينة عليها شو يصير فيها؟ كتت. يو كتت. زين حط السكينة عرض جيبها على الزمن ايش حتسوي؟ سكرابي. ما تسوي كات تسوي سكرابي. سكرابي اللي هو تكشر 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 سوي سكرابينج وياي. زين سكرابينج ايش قد ياخذ يلا يكمل يصير مثل القطع؟ وقت طويل شوي شوي حياخذ شوي شوي مو بينما الكات بس لا يجي بس هسه. اوكي الفكره لانه اول الناس الاوليين اللي اخترعوا الروتري كانوا خايفين موضوع الكات اللي يروح ينكسر الفاير. سووا الحافه مالته سواها ما فيها كات ما فيها سكينه ايش بيها؟ ايش بيها راديال لاند اللي هي سكرابين اللي هي هاي هاي شو يسموها؟ يسموها راديال لاند. اذا الفايلات ما تنقطع ايش تسوي؟ تحك بالكران. جنريشن 1 يحك بالكران. من يحك بالكران حيصير الشوم مالته شنو؟ بطيء جدا حيحتاج فايلات كل شيء هواي حيحتاج فايلات كل شيء هواي. وياي اوكي. هذا هي الفيرست جنريشن اللي هي الكاركترستيك فيتشر مالته لازم احفظها شنو هي؟ باسيف كاتنج راديال لاند. باسيف اللي هو هاي باسيف كاتنج راديال لاند. باسيف يعني ما في خطر مو اكتف مو فعال. باسيف اللي هو سكرابينج هنا. اوكي زين مثل الفايلات اللي هاي طلعت في وقتها طبعا هسه هي ما موجوده مثل الجي تي فايل اللي هو البخنن الحباب اللي اخترع اياها. لكن المشكله بالجي تي فايل اباوع لانه السيت مالته اكو فايلات للكورونال بارت اكو فايلات للابيكال بارت اكو فايلات التيبر مالته 4 والتيبر مالته 6. فمن اجي اجمع اقول لك اباوع تو ماتش فايلز. فهنا المشكله ما اختلفت عن الهاند نفس الشيء لانه ما في وقت طويل عم نكمل وهم الفايلات كل شيء هواي. المثال الاخر اللي هو هسه ما موجود البروفايل في وقته طلع بال 94 هذا بن جوسن اللي هو سواه هم اباوع بانه الكاتنج ايج مالته راديال كاتنج ايج نفس الحال. طبعا طلع في وقته بانه تيبر 2 تيبر 4 تيبر 6 ومن سايز 15 ل 45 وسايز من 15 ل 80 في كل تيبر في الخير من صارت كبرها نفس الفايل.
كلش فعلات كلش هواي. فنفس المشكله بقت عندي مختلفه. من الحيقة هذا
وانا يعني كنت متفسر بان ظلكم اشتغلوا والعالم كله تهوايه بالروزة لانه اكو بعدين صار ديسادفانتج لهذا الشغل. اللي اخترعوا البروتين بانك احنا لازم نعرفهم لانه ذولا هم قلنا البداية الشغل صار بيهم. طبعا المعمل هو ملفر، هذا المعمل اللي موجود بسويسرا على طرف جبل اللي اخترعوا الفايل فيغ ماشتو هذا فرنسي، كليف رودل امريكي، جون ويست هم امريكي. ذولا الثلاثة اللي اخترعوا البروتوكول. زين قلنا انا اوكي، قلنا اوكي. زين المشكله وين صارت بالبروتوكول؟ ونقول ناس قامت تستخدمه كل شوي بدت يتكسر الفايل انسايد الكاميرا. لماذا يتكسر؟ قلنا لانه المتر مالته المستخدم اورديناري نيكل تيتانيوم اللي هو نيكل تيتانيوم العادي. تمام يعني كله. النيكل تتعلم عادي. زين هذا البروتيبر كان الكور مالته يعني الحجم مالته كبير والتيبر مالته كبير، فهذا من يفوت بالكرل خاصة بالتايني كرل البوستيريور تيل شو يسوي؟ ينحصر، يصير بتورشنال يسموه تورشنال فتيك، ينحصر يطب، ينحصر يطب. فالعلماء قالوا ما يصير الكمية الكبيرة اللي يصير بها فراكشر، لازم نلقى حل. ايضا الباكس باري شيري هم حل لانه اذا طق عند الفاير ما يقدر يوصل الى الجزر، قال له اريد سمثينج ايلس، اريد سمثينج يعني فشي ما ينكسر. قال له خلص استخدم جنريشن 3. جنريشن 3 كان معتمد على شنو؟ على تقويه المتر. جنريشن 3 مات الكاركترستيك فيشر على شنو؟ تقوية المتر. من يقوى المتر بعد ينكسر، من يقوى المتر بعد ينكسر، لأنه قلنا بالجنريشن 2 شو يصير عندنا؟ ينكسر كل شوية. إذا الثالث جنريشن اللي هو متلارجي، قاموا يلعبوا متلارجي يعني شنو؟ علم المتر، علم المتر، قاموا يتلاعبون بالمتر. ليش يتلاعب بالمتر؟ يتلاعب بالمتر بالهيتنج اند كولينج. هعطيك مثال بسيط، شايفين الافلام مال الحروب مال السيوف؟ اكيد بكل فيلم مال الحروب يطلع لك واحد يسوي سيف، مو؟ من يدق السيف يسوي يحميه كل شهوات، مو صحيح؟ عندك ذريعة يحميه كل يصير احمر، تالي يدقه تالي على الغفوة وين دخلت؟ ما يبارد كلش. لا انت شايفينها هاي كيف؟ مو شايفينها؟ شايفين ملقط؟ زين هذا ليش الهيتنج اللي عالي وعلى غفلة يفوت مي ثلج؟ هذا العملية زيد من الصلادة، صلادة يعني قوة، زيد من صلادة المتر وبنفس الوقت الفلكسبيليتي أو المتر، يعني أنت ما تحصل الاثنين بنفس الوقت، من يكون صلد كلش قوي ما بي بعد فلكسبيليتي. من يكون فلكسبل عادي يكون شنو؟ يكون مايع برازي يوقع، مو؟ دائما المايع شو يصير؟ برازي يوقع، مو صحيح؟ اضحك تريد تاخذ الانجل. زيارة ما نقدر نحصلها. شو وقت نحصلها؟ نحصلها بهذا التريتمنت اللي هو الهيتنج والكولينج اللي هم اتخذتها الشركات بالشغل مالتها. دخلت الشركات في الشغل مالتها. شو وقت بدا هذا كل البروسيجر؟ بدات ورا 2007 اتفقوا بان بدها تتكسر الفايلات قاموا يلعبون بالمتر القوي. از اكزامبل فور طبعا يعني لازم نعرف كلمتين لانه كل ما حتقرا حتجيك هاي الكلمتين لازم تعرف شنو اللي هي الاوستنايت والمارتنسايت. هذا المتر النيكل تيتانيوم يصفق هذا الاخضر نقول نيكل والاحمر شنو؟ تيتانيوم. نيكل تيتانيوم يتكون من عنصرين اللي هو النيكل والتيتانيوم. تصفق بطريقه
لايفلس يجينا من المعمل الفايل تبين اتصل اكثر من تبين على اللي يجي من المعمل الفايل بس الفايل جاء من المعمل هذا من افحص المتر مالته تصفيطه النيكل والتيتانيوم نسميه اوستنايت صفط كلش حلو لايفلس خوش شو وقت ما اشتغل بيه انسايد ذا بيشنت ماوث يعني يبدي ينحك يصير في انتكاك انسايد ذا جرال حتتبدل شكله الكريستال او شكل النيكل والتيتانيوم تتبدل مكاناتها شو يسموه من يصير في ضغط يسموه مارتن سايد يعني في وقت الشغل تسميه مارتن سايد من اجاله بالمعمل او موجود بالعياده خارج حق المريض شو نسميه؟ اوستنايت زين هاي نقطة من 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 ناحية الكولينج والهيتنج حتتبدل هاي أماكنها سواء بردتها أو حميتها همين حتتبدل حتتحول من الأوستنايت إلى المارتنسايت بالكولينج بالهيتنج بالعكس ترجع إلى الأوستنايت لهذا الفايل الفايل من أشتغل به حق المريض بالتالي حطه بالأوتوكليف أوتوكليف يعني شنو؟ حرارة يرجع شنو؟ يرجع أصلاً يرجع أصلاً طبعاً هاي فكرة بسيطة بس لهنا أنا كلش كافي بأنه تعرف هاي المعلومة فقط بأنه شو معنى أوستنايت وشو معنى مارتنسايت طبعاً بالمناسبة بالمناسبة الأوستنايت والمارتنسايت عبارة عن كتاب كامل الكور اللي هو يدرس بال بالتكنولوجيا التاج معانا عندهم فصل كامل درس كامل اللي هو الأوستنايت والمارتنسايت بس احنا ببساطة بس نفهم شنو فكرة الأوستنايت شنو المارتنسايت وياي زين من الفايلات اللي طلعت بال 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 بالميتالرجي اللي هو التويست فايل عام 2008 شركة سايبرو طلعت لنا هذا الفايل قالت بأنه هذا الفايل يطول ما ينكسر طبعا فعلا في وقت من يطول طبعا سهل هو موجود اللي الاهم من عنده اللي هو الهاي فلكس اللي حنشرحه محاضره كامله وراها المحاضره الهاي فلكس من شركه كول تيم ايش قالت انه قالت انه يابا اري عملت المتر مالتي بطريقه خاصه صار عندي وحنشرحها بالتفصيل متر اسمه CM CM يعني Controlled Memory النيكل تيتانيوم العادي النيكل تيتانيوم العادي من هو هيش تعوجه تهده شي يصير يرجع صحيح؟ هذا النيكل تيتانيوم العادي بسبب Flexibility مادة يميل بس تهد يدك يسوي يرجع هاي الشركة ورا ما عاملت المتل وغيرت الدي ان اي طبعا من اسم نسمع انه غير الدي ان اي في شيء كبير غيرت الدي ان اي المنيكل تتعلم وسنعرف شو غيرته قام هذا من تعوج الفايل تديلك طبعا نخدم كويشن This is very important بالشغل مالنا على الرغم انه هو مو خنيكل تتعلم هو بقى نيكل تتعلم لكن من تعوجه يبقى معوج مثل الستيلس بس حنعرف بعد شنو فائدة هاي النقطة بالمحاضرة اللي حنشرحها بعدين. هاي من ناحية السي ام واير الهاي فلكس في عام 2011. طبعا هذا الهاي فلكس العادي اللي كان قديم اللي هو هسه هم ماكو. احنا حتقول لي زين مو هو تدري كلها ماكو شو بدك تشرح عنها؟ لا ولازم تعرف عن اساس هذا اللي احنا هسه منين اجى؟ يعني التاريخ مالته شلون وصل الى الفايلات الجديده اللي هسه بنستخدمها لازم نعرف التاريخ مالته زين على مود يزيدون السرعه ويزيدون عدم انكسار الفايل لحد الان على الرغم من كل هذا المتلرج اللي صار بتقويه المتل بقت من الفايلات نوعا ما شو يسميها تنكسر فقلنا هذه فايلات ما تشتغل فور روتري. What is the meaning of فور روتري؟ الفايل هسه من يشتغل انسايد ذا كرا شلون يشتغل؟ يفتح مو؟ طبعا بسرعة عالية أقل سرعة بـ 300 دائرة بالدقيقة يعني 300 فرة بالدقيقة
هاي اقل سرعه. فدي يفتر هيش هذا اللي يفتر هيش انسايد ذا كيرنل الفلوس مال فاير وين تنحصر؟ تنحصر بالدنتين. اذا استمريت بالفر وما منتبه شو يصير بيها؟ من هالصفحه يتمشى الدنتين للفاير وهذا الانجن اللي يظل بعد ينفر وهو ما يفتر منها شو يصير بيه؟ ينكسر كانه كام شفنا منها دا يفتر من طق طق منها هاي اذا ما منتبه بالشغل بسبب هاي النقطة قال لي طلع لي في الفاير الحركة مالتها تختلف قال لي استخدم جنريشن 4 وات ذا مينينج اوف جنريشن 4 اللي هو الحركة اسمها ريسبروكيشن ريسبروكيشن وات ذا مينينج اوف ذس موفمنت اللي هي الحركة اللي هي كل حركة بوش اند بول لايك ذس يسموها ريسبروكيشن الأهم من عندها بوش يعني اب اند داون اللي هي تفتر وترجع تفتر وترجع يعني تخيل هذا الفاير فول روتيشن طبعا يظل يفتر اوكي الريسبروكيشن لا يفتر بزاوية ويرجع يفتر ويرجع يفتر يرجع هذا مو يفتر يسوي كاتين ويرجع شو يسوي؟ يسوي ريليس للكومبليت فول روتيشن يعني مو يفتر مو يتشلب بالدنتين شو يسوي؟ يرجع شوية من رجع حل نفسه من الدنتين يرجع مرة الأخ يدخل بالدنتين يرجع مرة الأخ يحل نفسه نانا ما حيتشلب الدنتين بي نهائيا وياي الدنتين ما حيتشلب بي زين إذا الدنتين ما تشلب بي حينكسر الفاير؟ إذا كمية الانكسار ما تحصل كلش واقع كلش واقع هاي يسموها الريسبروكيشن موفمنت اكو فايلين فقط بالعالم كله تشتغل بالريسبروكيشن فقط بس فايلين يعني بس سيستمين فقط اللي هو السيستم الاول يسموه ريسبروك السيستم الاول اسمه ريسبروك السيستم الثاني اسمه ويف 1 الريسبروك طلعتها شركه المانيه BDW ألمانيا BDW يتكون السيستم من ثلاث فايلات اللي هو قياس 25 وقياس 40 وقياس 50 اللي هو هاي القياسات 25 40 بالأصفار 50 وياي هاي اسمه شو اسمه اسمه ريسبروك اسمه ريسبروك اسم الحركة الثاني قلنا اسمه ويف 1 الويف 1 الاختلاف مالته شنو؟ بانه مو يبدي 25 يبدي 20 عندي سايز 20 و25 و40 طبعا هذا السيستم القديم هسه نعرف شنو السيستم الجديد هذا شو ولد لي؟ ولد لي اربع مرات ريسبروكيشن اربع مرات سيفر يعني اربع اضعاف اللي هو الفور روتيشن الفور روتيشن سيفر وبنفس الوقت ثلاث مرات اضعاف فاستر يعني هاي الحركه الريسبروكيشن تدخل بالكرل اسرع تدخل بالكرل اسرع طبعا فعلا هي هاي الصفات موجوده من تستخدم الفايلات في الويف 1 اشوف انه هاي الطريقه موجوده لكن مو معناته انه ما ينكسر لا مو معناته بانه تبقي الفايل لما كانوا صديقك بالعياده ما تبدل ما في شيء يعني الا اذا كل مره استخدام لازم يتبدل اوكي زين الجديد مالتهم ايش سووا؟ طبعا سووا الميتالرجي هم بالهيت والكولد على الروم بانه هو يتحرك لايك ذس ريسبروكيشن لكن زيد كانوا يزيدون القوه مالته هم دخلوا هيت وكول صار عندنا ويف 1 جولد طبعا ويف 1 جولد مو معناته خلي بالك مو هو جولد لا هو جولد سلمني يعني ما حدا وكله المريض يقول لك الطينيه على تشتغل مو صحيح؟ الجولد شوف لونه لون الذهب ليش صار لونه لون الذهب؟ اللي هي
اوكسيديشن مو يتعرض الى اكسجين يتاكسد المتل السطح مالته يتحول لونه الى مثل لون الذهب لكن هو ما له علاقه بالجولد كيف شكله ذهب طبعا هي هاي التسميه عن التسويق ماركتنج يعني انت تسمع كلمه جولد بالانجليزي مثلا للانتباه لهذا الفرق طبعا زيدوا الفايلات وكانوا قلنا 20 25 40 سووها سمول اللي هو سايز 20 برايمري سايز 25 سووا ميديوم 35 مكان 40 سووا واحد كبير اللي هو 45 هم ماركتنج يعني كل ما يزيد فايلات يزيد الفلوس كل ما زاد الفلوس يعني احسن للشركه طبعا هسه بس براجع للكاركترستيك فيتشر جنريشن 1 شنو؟ باسيف باسيف جنريشن 2 اكتيف جنريشن 3 متالرجي هو علم المتل متالرجي بدأوا يعني يتعاملون بالفولد والهيت للفايلات جنريشن 4 ريسبروكيشن وياي اخر جنريشن يعني قال لي شيء اخر قال لي ما قعدنا بس جنريشن 5 اللي هو راح لا بعد ما لك شو هذا الامر بس كانوا هذا اسئله الجنريشن ما له علاقه بالفايلات بس خليكم جنريشن 5 شنو الكاركترستيك فيشر الحركه اللي موجوده انسايد ذا كان يسموها سنتر اوف ماس اوفست موفمنت يعني اوفست موفمنت شنو الاوفست موفمنت يعني هاي الكران وموجود فيها الفايبر من يفتر يفتر بالوسط صحيح يفتر بالوسط هاي الفايلات اللي هي جنريشن 5 ما يفتر بالوسط وانما يفتر لايك ذس يعني يفر القناه الحركه مالته يسمها اوفست يعني يتحرك لايك ذس يعني ما يطخ الوولز بنفس الوقت من جميع جهات زين أنا من مدى يطخ الوالز الوال حيقدر يتشلب من الفايل لا يعني نقطة واحدة مو كلها لأنه وريد يتشلب من هنا من الفايل يروح وين الفايل؟ هالصفحة يريد يتشلب من هنا وين يروح؟ لهالصفحة فلهذا حيظل يفتر الفايل هسا ذكرت الفايل الدنتين ما يقدر يتشلب بالفايل من ما تشلب به ما ينكسر بعد ما ينكسر بعد يعني هم أذكياء من دي يسوون الفايلات يحلون مشاكل يعني دي يحلون الفراكشر اللي يصير inside the kernel من الفايلات المهمة جدا اللي هو generation 5 اللي هو protaper next protaper next اللي هو التطور مع البروتيبر العادي Protaper next تتكون من 5 files اللي هو X1 والX2 والX3 والX4 والX5 قياساته 17 25 30 40 50 اوكي طبعا هذا السيستم اللي هو موجود تمام ما كان ما تقدر تحلها به معتمدين هنا على شنو معتمدين اعتماد كامل على اللي هو شكل الفايل شو هو المثل المستخدم اللي هو ordinary نيكالتيك حتقول لي زي ليش ما يعني يسوي له يعني ما هو هاي الحركة تمنع الفراكشر مال الفايل يعني بدل ما يقول الفايل بالهيت والكول هنا نسوي الموفمنت ما تخليه ينكسر الموفمنت ما تخليه ينكسر على الرغم هذا الشركة هسه في جدي اشترعت لنا بأنه بروتيبر نيكست جولد يعني همي همي سوداء عم يصير كل ليش قوي طبعا هو زايد معدوم بس باوع بأنه شلون باوع لهنا من دي يفتر هذا السنتر مال كنر من يفتر هنا حيطف النقطتين مو يفتر مرت اللخ باوع النقطتين بالون ملي من الآخر حصل هنا بالون ملي من الاخر حصل لي ورد بالون ملي من الاخر يعني كل ما يفتر ما يطخ كل كتاب الوولز كانه زي فوق ده يفتر صفحه واحده من حيث الصفحه ما حيقدر التوز والدنتين يكون شال الفايل من ما يكون شال ما ينكسر من ما يكون شال ما ينكسر
إذا استخدام الفايلز مهم جدا بأنه أعرف شلون أستخدم الفايل. شو وقت بعد ما في شيء اسمه مانوال لازم تبدل الروتر. ليش؟ لأنه يعني سرعة إلى دور الإفشنسي إلى دور بعد أكبر من تعطي نتيجة ممتازة جدا. وأخيرا سوى بنحصل الجزرية مالتة بعد ما كبرنا الكلام. المهم عندنا من المحاضرة شنو؟ يعني خلي بالك أنت من تروح تشتري فايل هسه حسب المعطيات اللي شرحناها هتعرف بأنه أنت وين الفايل تسوي التصنيف مالته. من تعرف التصنيف مالته تعرف بأنه هذا التصنيف شنو معناته بالشغل، يعني شنو اللي يسوي لك إياه، يعني وين يشتغل هذا الفايل أحسن من هذا الفايل أكثر. يعني بالتالي كانوا شو تستخدم باللاست كانوا شو تستخدم، كل هاي الأمور لازم تخليها في بالك بالشغل مالتك. لا تخلي اللي يبيع لك هو اللي يسيطر عليك، يسوق لك هو اللي يسوق. طبعا اللي يبيع مالت الفايل بيقول طلع بأنه أحسن فايل، طلع بأنه هو أحسن فايل. في الفترة الأخيرة اللي هو سؤالك إنه يعني هنستعمل الفايلات من تطلع الفترة الأخيرة قامت تستخدم، ما نقدر نحطها تحت جنريشن واحد. مثلا يطلع لك الفايل هل يشتغل أوفست مثل اللي قلنا على البروتين كار نكست، يشتغل أوفست وبنفس الوقت مشتغل متلرجي على المتل مالته. يعني هنا شنو جنريشن 3 وجنريشن 5، أنا وين أحطه 5 أو 3؟ مش غلط، لكن ربطوا اللي هو الخواص مال هذا الجنريشن والخواص مال هذا الجنريشن بسبب شيء طلع لي فايل افيشنت وما ينكسر، طبعا صارت الفترة الأخيرة كل الفايلات قامت تعامل بالهيت والكولد اللي هو جنريشن 3، لكن بنفس الوقت بأن الموفمنت مالتها ما تفتر at the same time in the center. بس هنشوفه بالفايل الثاني اللي شرحه المهايستة بشون صار. فالفايلات الأخيرة كلها قامت تستخدم الكاركترستيك فيتشر مع كل الجنريشنات في نفس الوقت. بالتالي يا عيني ورا ما حصل الفيسبوك التي أخذتها الإزرائيل عنده وانت انكسر الفايل عندك وقاعد تصور. اوكي اكو سؤال على المحاضره. نعم دكتور. يس الدكتور، بالنسبه هسه احنا قسمنا الفايلات على اساس الجنريشن. زين هو كجهاز كنفسه الروتر بالنسبه للجنريشن هو نفسه لو اكيد هي انضافت له كل الجنريشنز تشتغل على نفس الجهاز بس يعني فقط واحد اللي هو جنريشن 4 ريسبروكيشن. اذا الجهاز ما بي حركه الجهاز ريسبروكيشن ما في حركة الريسبروكيشن، لأنه منو اللي يحرك الفايل؟ هو الجهاز نفسه. الجهاز اللي يحرك الفايل، الفايل ما له علاقة. هو من اللي جاي ده يدفعه؟ هو ما يعرف من اللي يدفعه. فاللي يدفعه لازم في حركة الريسبروكيشن. إذا ما في حركة الريسبروكيشن ما يديك الفايل الحركة. يعني المهم هو الفايل. الفايل. والجهاز بي. كوردينيت ويا الجهاز. كوردينيت ويا الجهاز. حتقول لي بأنه يا جهاز بأنه يعني. بكل طبعا اكو اجهزه بكل قوه واكو اجهزه ما بها الريسبروك. معظم الاجهزه ما بها الريسبروكيشن موفمنت. واي؟ لان ما تستخدم انت الفايل، لانه قلنا احنا فايل فقط. ثانيا حركه الريسبروكيشن اكسكلوزيف لشركه دان سبلاي. يعني هي من طلعت الفايل طلعت ويا الجهاز قالت هذا خلص هذا تابع لي فقط، ما بي حقوق يعني. بي حقوق إلى حد يمكن 2025 يعني بعد سنتين ثلاث سنين بعدين تفتح. طبعاً هذا اعتيادي لا يمنع الصيد بأنه يعني كوبي يعني يسموه وايد أجهزة بالسوق الصيني بيها بس البروك. إيه ما نسمع يعني. الصين ما تقدر تحويل. لكن الشركات العالمية ما تقدر. ما تقدر تنسل ما تطلع اجهزه مالتها حتى بها ريسبروكيشن. اوكي
قلت لك بانه ريسك روتيشن هو معتمد على شنو؟ معتمد بانه تو فايلز اونلي اللي هي الويف 1 والريسك بروك فايل. اوكي؟ اكو نقطة أخرى هم لازم تخليها ببالك اللي هي السبيد والتورك. طبعا تباوع في كل جهاز اكو دقم مال سبيد ومال تورك وياي؟ هاي بكيفك انت تحط السبيد وكيفك انت تحط التورك. لازم لكل فايل الشركة تقول لك هذا السبيد مالتك وهذا التورك مالتك. ما يصير بكيفك. ولازم تنتبه هاي النقطة إذا استخدمت السبيد غير السبيد اللي قالت الشركة يطول الفايل، وإذا استخدمت التورك غير التورك اللي قالته الشركة يطول الفايل. حتقول لي زين شنو سبيد شنو تورك؟ السبيد معروفة بأنه الفرات شلات دقيقة، يعني هو شقد الجهاز يفر لك إياه، أنا أعرف الاسم. التورك لا، التورك وهي ما يعرفوا شو التورك. التورك هو العزم، يعني قوة الجهاز لفرة الفايل. كل ما يزيد التورك معناته جايب واحد كبير ليفر الفايل، فحيفره شنو؟ بسهولة. كل ما قل التورك تجيب واحد ضعيف ليفر الفايل، فحيفره ببطء بدون قوة. هذا التورك. حتقول لي زين الشركة ليش بتدي هذا؟ لأنه مستخدمة آلاف التجارب على هذا الفايل، على هذا المتر اللي مال الفايل، لحد ما طلعت أنسب سرعة وأنسب تورك اللي هو حطته على الفايل على الباكيت مالته. وياي؟ فاللي موجود على الفايل على الباكيت اللي هو تستخدمه، ما يصير بكيفه، تغير بكيفه. وخلي بالك دائما بأنه أنت أي فايل تستخدمه لازم تسيّت الجهاز مالته على السبيد والتورك. هاي مهمة جدا جدا هاي النقطة الأولى بالروتري. النقطة الثانية المهمة جدا بالروتري كل فايلات لازم يتحرك الفايل inside the kernel. هو طبعاً طبعاً. Three movement طلعت نظفة. أي لازم تحرك الفايل inside the kernel يعني cutting مو loose. With the cut one movement two movement three movement لازم أطلعها أنظفها. بيش أنظفها؟ جوزاية مليانة spirit spirit بالذات. ليش؟ لأن spirit ويا الدنتين chips يطلعها بسهولة. الدنتين chips مين جتي؟ من cutting. The three movement طلعت نظفة. إذا خليت ببالك هذه النقطة بالشغل ما يكسر عندك فايل. من الذي يكسر الفايل؟ اللي هو الدنتين شيبس من تصير بالفلوتس تحشر بالفلوتس وانت تظل تلح تشتغل. هاي الفلوتس تشلم وين؟ بالوسط بالدنتين. حيكون شل الدنتين للفايل وانت الماستر دينتر يطلع. لكن اذا نظفته كانه ده ترجع السكينه ده تنظفها وترجع تشتغل بيه، تنظفها وترجع تشتغل بيه، ما حتوقف السكينه بعد. من السكينه موجود عليها الطماطم والخيار والبصل اللي معروف الرومانيه، حتنترس السكينه داخل القناه بعد ما تتحرك. من ما تتحرك تشلم، من تشلمت الذراع ما تقدر يفرها طب. اذا السكينه مال الفايل لازم شو تصير دائما كلين بعد حتى المطبخ جبت هذا بعد شو تدير. اوكي ايش كم حركه؟ 3 ثلاث حركات. حتقول لي مو حتاخر، صدقني ماكو كمان ما تخلص الدقيقتين الا اذا وجاجات مال الدنيا كلها بالكرم، يعني سكلوا راتب وبيكرم وشوف شوية حتى تأخر زي أربعة، حتى لو أربع دقائق وقت طويل، أربع دقائق وقت طويل، نعم، يعني كل كرم تخلص بين اثنين إلى أربع دقائق، هاي
اذا كنت انت شنو مبتدئ، بعدين ان شاء الله تصير يعني في 2000 3000 سنة هاي توصلها وتبدا تموت. بس اسرع وايد، لكن هاي السرعه جايه منين؟ جايه من السنسورز اللي قلت لك عليها، السبيد والتورك والثري موفمنت، هاي كل الروتري ماكو واحد اختلاف عن الاخر. اوكي يا عزيزي؟ اوكي؟ زين. تبركون لو ناخذ المحاضرة قبلكم. كيف؟ مو كيف انا شو قاعد كيفكم انتم؟ انا ما عندي شيء. احكي عن نفسك؟ لا من جواب ما حد يعرف. شلونك يا شباب؟ يلا خمسة خمسة. Yeah. Yeah.